بعض الألغام والآن حتى وإن استطاع الجيش الوطني تحرير المناطق من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع واحدة تلو الأخرى، لن يسلم أهاليها من الموت، وفي أفضل وأخف الحالات الإصابة بإعاقة دائمة حين تحرس الميليشيا وباستمرار على زرع الطرقات والشوارع وحتى الصحراء بالألغام وتفخيخ المنازل بالعبوات الناسفة. تم تفكيك الشبكة كامل المكونة من العبوات الناسفة والقنابل التي كانت موضوعة تحت الألغام، فمن لم تستطع استهدافهم مباشرة عبر رصاصها وقذائفها تزرع لهم الموت مخفيا على شكل ألغام وعبوات ناسفة. هذه فرقة من فرق خبراء الألغام. في المقابل تعمل الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني على تمشيط المواقع المستعادة من الميليشيا، كما حدث في منطقة أم العطفين المطلة على سوق البقع بمحافظة صعدة، وانتزاع الألغام وتفكيك الحقول فيها. محافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي تشهد أيضا اشتباكات عنيفة في منطقة العليب التابعة لمديرية البقع بين الجيش الوطني والميليشيا إثر محاولة تسلل نفذتها هذه الأخيرة. مصدر عسكري في قيادة محور صعدة ذكر أن المواجهات استمرت لعدة ساعات، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في المنطقة ذاتها. تأتي هذه المعارك تزامنا مع غارات متفرقة للتحالف العربي، وذلك لدعم الجيش الوطني على مواقع عدة للحوثيين في المحافظة.